نشكر قناة الموصلية ونشكر تواجدكم ويانا ويا الموصلية ويا معاناة السواق. احنا سواق خط قراج الشمال موصل كركوك تاكسي اوكية. احنا اول هم عندنا هم الهيئة جت طالبنا بمبالغ خيالية 500 و600 الف على السيارات المتراكمة الغرامات. زين هسه طالبونا جاوا كتاب من المحافظ يقول جانا كتاب من المحافظ لازم تدفعون ال 500 و600 الف المتراكمه علينا. السواق ما عدا ابو كركوك ما يدخلنا كركوك اذا ما وصل خط جديد ووصل مع الهيئه. وثاني شيء عندنا طريقنا طريق موصل لقوير طريقنا مسدود وما نعرف شنو الاسباب مالته. هسه طريقنا 4 ساعات 5 ساعات احنا نفتر لحد ما نصل كركوك. انتم خلال هاي 3 سنين كنتوا تشتغلون له؟ الطرق كلها كانت مغلقه، جراجات لم تكن موجوده اصلا، الطرق مسدوده خاصه الطرق الشماليه. زين بعد ما شنو ياخذون منكم؟ ياخذون من عندنا ثمن البحوثات والوصولات الشهريه والسنويه والمبالغ المتراكمه عليها عن عدم دفعها، لان ما كان اكو دائره ولا كان اكو حاسبه حتى ندفع هذه المبالغ. من اللي تعمم على المبالغ خالفين. كل الخطوط بما فيها خطوط الداخلية والخارجية، كل سيارة تحمل لوحة أجرة كلها مشمولة بالدفع. كل سيارة 500 ألف 600 ألف 700 ألف. كل سيارة 500. زين دائرة الماء والكهرباء أعفت الأغنياء والفقراء من هذه المبالغ من أهالي محافظة نينوى. عقارات الدولة، إيجارات، كلها عفت المواطنين. فقط الشركة العامة لإدارة النقل الخاص تطالب بتزيد هذه المبالغ. احنا بالنسبة لنا قراج شمال وعندنا مشاكل كثيرة بالقراج، ومشاكلنا أول مشكلة مالنا من ناحية المبالغ اللي تخصصت علينا من هيئة النقل. احنا 3 سنين لا شغل لا عمل لا طالعين لا جايين، قاعدين ببيوتنا نتفاجأ بغرامة 600 و700 و500. السائق منين يجيب؟ ما عنده. ثاني شيء سائق، اي سائق عندنا تعشوه بالقراج 15 يوم 16 يوم ما يطلع له كركوك. ابو دوك 5 ايام ما يطلع ويروح يرجع فارغ من هناك. ابو اربيل 4 ايام ما يطلع ويرجع فارغ. وماكو اي سائق، تعرف ليش ماكو جاب 1 دنانير 10000؟ منين نجيب احنا ال 500 و600؟ انطانا كتاب ورجع الساعه بنفسه سيد المحافظ لغى الكتاب وجاء سيد يطالبونا بالمبالغ. احنا منين نجيب؟ انطونا شيء، بيوتنا انضللت، سياراتنا انضللت، ما جاء واحد قال هاي 1000 دينار، اخذوا مليارات، وين المليارات؟ ما يجون اسوال السواق، خلي تونا مبلغ نقدر نسدد، هم ياخذون والسواق ميت من جوعه، ما عنده فلوس. طبعا اوجه رسالتي خاصه، طبعا خاصه لوزير النقل، الوزير النقل بالذات يعني، وارجع اقول سيد المحافظ، سيد المحافظ انت انطيتنا كتاب اعفاء، رجعت دزنا كتاب ثاني ادفع غرامات. يا اخي احنا ما اشتغلنا، احنا قاعدين ببيوتنا وبعنا سياراتنا دفعنا ايجار وبعنا سياراتنا واكلناها، هسه ندفع متراكمه علينا؟ يعني الله ما يقبلها، احنا وين ندير وجهنا؟ زين هاي الشيء هاي انتهينا منها، نجي على معاناه. اكو معاناه ثانيه، اكو خطوط بكل الجهه، يعني مفرقه الكيف قراج كامل ساحه وقوف سيارات 70 سياره خصوصي يحمل دهوك رسمي، وانطلاقيات يدفعون بالهيئه، هيئه واقفه غادي تاخذ انطلاقيات، يعني صاير قراج رسمي غادي. زين يعني هو هذا قراج رسمي لو غادي قراج رسمي؟ هذا افتهماني غادي ما حد يحاسبه، لا يدفع انطلاقيات مثل العالم، لا يدفع هيئه، لا يدفع بحوثات، لا يدفع وصل خط، مفتحين قراج غادي، واحنا هنا كلها براسنا 400 و500 كل سياره وندفع عن هنا. يا الله ما يقبلها. يا وزير اطالبك اني باسمي وباسم سواق هالفقره هذا. اي والله كل هالفقره هذا، انت عفيت وعفيت الكهرباء وعفيت الايجارات وعفيت وقطع على كثير شغلات، يعني احنا نحن ناس فقره على مود ناس فقره احنا، يعني انتم تعرفون انتم ابو التاكسي فقير، يعني هو ابو التاكسي فقير ما عنده احد ظهره، الله ثم انتم.